Okay. Uh, السلام عليكم يعطيكم العافيه جميعا uh, طبعا انا دكتورة امل ابو لبدا، اكسكيوتيف بورد ممبر لجابا uh, حبيت بس ارحب فيكم في هذا الويبنار واول uh, شيء اكيد بنبارك لكم كلكم يعني مباركه شديده و اتس ماي اتس ماي اساينمنت تو في امريكا uh, congratulations. احنا كتير كتير مبسوطين لكم وكتير كتير فخورين باللي أنجزتوه وكتير uh, يعني we're looking forward to having you uh, obviously as our colleagues and we're uh, looking forward to seeing all the great things that you'll achieve in the future إن شاء الله فأه, congratulations to you, to your families, to your physicians, to your mentors وإن شاء الله بتحققوا كل اللي بتتمنوه طبعا هذا اول ويبينار احنا بنعمله بعد الماتش فالهدف منه انه احنا نحكي لكم ايش ايش في الخطوات اللي بتحتاجوها بعد الماتش هوبفلي ستيب باي ستيب احنا حاولنا نستغل الوقت قدر الامكان فحطينا لكم اللينك تبع الفيديو للدكتور عامر حتى انه يعطيكم اتليست المين بوينتس تو فوكس اون It was really nice to see you know when we created the event for this webinar of this meeting, it created a community chat that uh, some of you guys uh, took the, um, the chance to ask questions on it. It was really nice to see everyone coming together to ask questions and help answer questions. But I'm hoping this webinar will help you guys even further. The idea is that we're gonna go over the main steps real quick to allow you all to ask specific questions. Uh, and hopefully it will all go well. Uh, so I'll stop here and I'll give it to Dr. Amir, Dr. Asara, and Dr. Muhammad. I hope you guys you guys enjoy this webinar and find it helpful. Good luck. <laughs> I am good. Congratulations, everyone. Alrighty. So uh, أنا عملت شير للسكرين uh, بس إنه just to confirm إنه شايفينها أنتوا اه؟ اه واضحه أوكي So أنا اللي راح أعمله أنا راح أمشي بسرعة على الخطوات اللي حكينا عنهم. Um, أي حدا عنده مشكلة في أي من الخطوات بإمكانه يسأل إنه شو مثلا صار هيك أو عمل هيك. بلس بس نخلص كل شيء. Um, أي حدا عنده أي سؤال عن أي شيء. آم لغايه الان او بالمستقبل القريب برضو بامكانه يسال كمان ساره رح تساعد في الاجابه على الاسئله على موضوع الابارتمنت على موضوع الهاوسينغ ف يعني هذا اللي رح أحكي انا موسي رح يكون عن موضوع البيبر وورك الاشياء اللي انتم لازم تعملوها الان انا عارف انه انتم الغالبيه حضرتوا الفيديو بس برضه آم امشي بشكل سريع عن الموضوع سريع جدا آه، اي حدا عنده اي سؤال او استفسار بيقدر آه، يعني يقاطع ويعني يعمل مداخله طيب أم آه، بتوقع كلكم الان وصلكم آه، ايميل او ترحيب او اي شيء يعني صار في تواصل او كوميونيكيشن منكم مع البروجرام تبعكم آه، ما بتوقع انه حدا لغايه الان ما وصلوا اي كوميونيكيشن هسه بعرف انه في ناس الموضوع وصل معهم اكثر من مجرد كوميونيكيشن وصلهم اوراق عبوا فورمات في ناس بلشت بموضوع الفيزا وفي ناس لسه حتى ما بلشوا موضوع الفيزا فايتس فاين يعني احنا لسه ما خلصنا شهر ثلاث البروجرامات بتختلف من بعض بين بعضهم أمم في بروجرامات بتكون سريعه، في بروجرامات بتكون اقل، في بروجرامات عندها مرتبة كوردينيتورز، في بروجرامات بيكون عندها ون كوردينيتور بيكون جديد او كذا، فالموضوع بأخذ الوقت المختلف ولكن ايفنشولي انا بس بحب اطمنكم جميعا ايفنشولي ب 1/7 ان شاء الله كلكم بدون استثناء رح تكونوا بلشين اقامه بغض النظر شو الان الاوبستكلز اللي عم بتواجهوها الامور رح تمشي لانه هم بحاجه لكم زي ما انت بحاجه لهم هم بحاجه انكم تكونوا موجودين في الجدول تبعهم ما رح يمشي من غيركم اوكي آم. طيب آه، برضو موضوع الان الغالبيه يوصلكم العقد والليتر اوف اجريمنت وشفتوا انه العقد هو مفصل آه، زي ما حكينا يفضل انه تكونوا قراتوه آه، بتعرف حقوقك بتعرف واجباتك آه الليتر اوف اجريمنت هو مختصر بتحتاجه بعض الاحيان لو قدمت على فيزا لو قدمت على شغلات معينه لو تقدم على هاوسنج او ابارتمنت بطلب منك بروف اوف انكم فبكون الليتر اوف اجريمنت مختصر و يعني ما في داعي انك تشارك كل عقدك مع الشخص اللي ممكن يعطيك ابارتمنت بتمنى ان كلكم جددتوا جددتوا الجواز موضوع الجواز بجوز شفتوا اكثر من سؤال على جابا كيف اجدد وكيف اذا بامريكا اجدد وهل بينفع دروب بوكس بالبدايه خصوصا اول سنه في شغلتين يعني هي اذا بدك تحكي مقدمه ممكن انا احكيها سنه اولى في كل التخصصات سواء باطني او جراحه او بدياتريك آه صعبة وين ما كنت شو ما كنت آه سنة ثانية وثالثة بتختلف من بروجرام لبروجرام لكن السنة الأولى صعبة فما بدك أي وجع راس أو في أشياء ممكن تختصر عليك وجع راس أو آه توتر فممكن تعملها من الآن آه برضو موضوع آه الصور آه المفروض إنه يعني آه موضوع سهل إن شاء الله على الجميع لو بدك تجدد فيزا فانت بدك تطلع على المكسيك السنة الجاية أو كذا او ترجع على الاردن هيك رح تطلب برضه صوره مره ثانيه فالافضل انك تخلي معك الصور معك بحيث انه ما تضطر تعمل هذا الشيء في امريكا او مكان مع كله متوافر لكن زي ما حكينا بس خفف توتر خفف اشياء بدك تعملها. في المفروض انه اللي حدا اللي بلش وقع العقد وبلشوا يضيفوه على مثلا نيو انوفيشن وهي احدى المنصات اللي غالبيه البروجرامات بتتعامل معها. لك في منصات اخرى يريدنا تقول تخلص سبع ف اللي كنت بدي احكي انه الاوراق هاي يعني بلشوا فيها اول باول اوراق زي اوراق الضريبه وزي الدورات هاي الاشياء مش ارجنت تعملوها الان ولكن اكيد قبل ما تبلشوا دوام راح لازم تكون مخلصينها ما بعرف انا ماشي بسرعه لو في حدا عنده سؤال يسالني لو بدكم تخلوا اسئله بس اخلص كل شيء ان شاء الله برضه بنجاوب بعديها الان بوصلك ايميل من اي سي اف ام جي مجرد ما العقد او كنت يعني عارفين انه بدك جي 1 فيزا بوصلك اللي هو الفيزا سبونسر شيب أه تاب بيفتح على على الشمال بالاويسس أه بتبلشوا الفيزا بتعمل اكسبت الاوفر بتدفع وبتبلش اجتني كثير اسئله على موضوع الديبندنت والجي 2 اللي هو بكون حدا طالع معاه جي 1 آه ولا جي 2؟ جي 1 هي وان الكم جي 2 هي الناس اللي مرافق معها مثلا واحد متزوج زوجته بتكون جي 2 فاللي بس طالع لوحده هو جي 1 فقط فاجتني اسئله من جي 2 لاني انا ما حكيت عنها في البروجرام بالفيديو تفضل اه اوكي سو اه ف سريعا اعقب على الموضوع uh, اي حدا عنده جي2 اللي هو حدا معتمد عليه بالفيزا ففي خيار لما يكون تعمل جي1 uh, اللي هو خيار انك تعمل جي2 كمان في حدا ديبندنت تعطيه يس وبتبلش ابلكيشن للحدا الديبندنت عليك زي الابلكيشن تبعك ترفع معلوماته وبترفع ورقه تثبت نوع العلاقه احنا عندنا بالاردن غالبا بيرفعوا عقد زواج لو كان زوجة أو دفتر عائلة لو كان أبناء الفكرة اللي بدي أحكيها إنه هاي الأشياء بتطلع بالإنجليزي أو أنت بت... أكيد عندك إياها بالعربي بتترجمه ولكن يمكن إنك تطلع عقد زواج بالإنجليزي مثلا فهذا الإشي بس لأي لا حدا مثلا مو واعي عليه أنا بنصح إنه أحسن من الترجمة إنك يعني تطلعها ورقة بالإنجليزي أحسن ما إنك تروح تترجمها يعني فهي uh, if you if, uh, if you allow me just to yeah. this هاي uh, محمد غاني معكم انا اي اي ثرو ذس يعني uh, زمان بس uh, اسهل شيء uh, انك تطلع شهاده زواج بالانجليزي وبطلبوا بالعاده شهاده الزواج وبطلبوا uh, عقد الزواج صعب انك تترجمه لانه يعني بكون دائما في المحكمه مكتوب بالعربي وكذا وشيخ فدائما شهاده الزواج از دائما بيطلبوا مارج سيرتيفيكت سيرتيفيكت وللأطفال بيطلبوا بس شهاده الميلاد انه عليها اسم الاب والام وعليها اسم الطفل مع المارج سيرتيفيكت بيعرفوا انه هذول اولادك ويت جوس ثرو فهي بس للتوضيح يعني حسب ما بتذكر اذا في حدا عنده اي اضافه بليز. اوكي okay, في عندنا سؤال من باسل بيسالك can the dependent J2 switch from J2 to H1B if got accepted in a program that sponsors H1B? هسا انا متاكد منه يعني بعرف ناس شو بعدين وسويتش فروم from J2 ل J1, يس. Yes. ل H2 ما اتوقع انه يفرق، ما بعرف حدا يعني عشان ما بدي اجاوب إجاوب انا مش متاكد منها، لكن انا متاكد انه في حدا سويتش from J2 ل J2. اوكي. I think the first one is just went back, So we're not gonna have a room for تمام. <applause> <applause> ف اه ف. هاي the يكون إنه <applause> أم طالما انه رح نمشي بنفس الاجراءات اللي مشى فيها الشخص فبس ف اتوقع انه يعني خيار موجود نعم في سؤال شو بتفرق شهاده الزواج عن عقد الزواج؟ محمد شهادة الزواج شهادات الزواج لما تروح على على الاحوال المدنيه بحكي لهم بدي شهاده زواج بتكون كيف شات الميلاد تبعتنا صغيرة ومروسة بختم الأحوال المدنية والمملكة العقد الزواج ده اللي متزوجين واللي مش متزوجين الله, الله يا رب يوفقهم للزواج بتكون عبارة عن ورقة كبيرة بتنثنى هيك كبيرة وبيكون عليها المتزوج المهر إلى آخره هذيك عقد الزواج شات الزواج بتطلعها بناء على عقد الزواج this is what the U.S. ask for. يعني حتى لما قدمت انا على الهارد شيب وعلى جرين كارد بسأله على شهاده الزواج ماريج سيرتيفيكت بس انت لو تروح على احوال مدنيه موجوده تقديم شهاده أوه. زواج موجوده تترجم بل... عند ابو غزاله تترجم لا لا هي بالانجليزي لا. لا بتطلبها من الاحوال المدنيه بالانجليزي وبالعربي زي و... شهاده الملك بالضبط شهاده الميلاد لاولادك والك ولزوجتك طلعها بالانجليزي والعربي دائما خلي معك واحد بالانجليزي آه من كل شيء. Okay uh, في اخر سؤال من محمد عقيلي for each one they asked for a state medical license so is that the same as muzawele in Arabic if yes shall I translate it? كانوا عم بيسالوهم عن state medical license is it the same as muzawele? هاي هاي بتخيل اه تفضل okay. تفضل لا لا تفضل دكتور محمد تفضل لا أنا بتخيل إنه هاي يو, يو كان لا تعني الستيت ميديكال لايسنس تبعت الأردن هي هاي ال H1B حسب ما بعرف وكوركت مي إف أم الشباب اللي معي إنه تو جيت أن H1B يو هاف تو هاف ستيت لايسنس فهم لما أنت توصل على أمريكا بيطلعوا لك الستيت لايسنس بعدين بيطلعوا لك الأمور هاي الثانية هاي مش مش وزارة المهنة حسب ما بعرف يعني yeah أتوقع <applause> هاي خاصة بأمريكا نفسها لأنه كل ستيت في اليو إس إلها لايسنس ف especially most of the people uh, بيكون عندهم لايسنس إذا I'm not sure though. Yeah. So هي basically زي ما هتفضل الدكتور محمد وسارة هي الفكرة إنه هاي الشيء بتعمله بالبروجرام هناك مش هون هي عبارة عن لايسنس تو لايسنس تو براكتس ميديسن بالستيت اللي أنت رايح عليها. الأوراق التقديم عليها بتختلف من ستيت لستيت فأنت بتبحث مثلا لو أنت ب جيرسي لو أنت مثلا ب تكساس تبحث إنه هاو تو جيت خلص هذا ريكوردد ف... طبعتين. هيك آ... طلع الستيت لايسنس تبحث عليها عليها على النت وكيف كيف طلع ستيت لايسنس بالستيت اللي انت رايح عليها تطلب من البروجرام اي اوراق ممكن تمداعي من الموضوع ممكن يزودوك باوراق معينه وبتقدم عليها فهي شيء مختلف تماما عن المزاوله اللي بالاردن بس تنويه سريع اي حد عنده سؤال regarding H1 H4 visas دكتور حسام بدر عنده good experience in that ممكن يحكي لنا أي كومنتس وبرضه إذا حد بحب تريتش ريتش أوت دايركتلي هو كتب على الكومنتس فيل فري تو دكتور حسام بدر يس ثانك يو سارة Alrighty راح نكمل وأي حدا عنده أي سؤال ممكن كمان uh, يسأل بأي وقت um, So إذا نعمل accept للأوفر وبندفع um, وقتها بنطلب statement of need طبعا نسأل أكثر مرة إنه هل أطلب ستيتمنت أوف نيد قبل ما يوصلني الأوفر للجي 1 أو بعد هسا أنت بس تطلب ستيتمنت أوف نيد ممكن يجهزوها بعد يوم ممكن يجهزوها بعد أسبوع حسب الضغط حسب الشغل حسب كذا لو جهزوها بعد يوم وبعتوها للإي سي إف إم جي وأنت أصلا لسه ما عندك ملف لجي 1 سبونسر ففي أكثر من ناس استنوا, استنوا 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 ما ارتفعت لهم بعثوا مره ثانيه للوزاره والوزاره رجعت بعثتها مره ثانيه وصار في شويه يعني اخذوا عطف الموضوع فعشان هيك انا حكيت حاولوا بعتوها بعد ما تبلش عندك الملف اخذت انه اول ما توصل الاي سي اف ام جي يفتحوا على اسمك يلاقوا لك ملف يرفعوها مباشره ما يضطروا انه يحطوها عندهم في ناس كثير كمان طلبوها قبل وما كان لهم ملف وبعدين لما فتح لهم ملف ارتفعت يعني سي اف ام جي ما نسيتها بس انا كان بعرف كم حدا صار معاه مشكله في الموضوع انه طلبها قبل وما كان عنده ملف خلوها عندهم اي سي اف ام جي بس نسيوا يرفعوها او ضيعوها او كذا فبس لكن هل يجوز انك تطلبها قبل ما يكون عندك الاي سي اف ام جي سبونسر يس ممكن ما في اي مشكله مين بيقرر هذا القرار هذا القرار لك يعني أنا اكثر حدا قاعد يسالني طب شو اعمل لا هذا قرار شخصي بس انا اشرح لك هيك وهيك وبالاخير بالاخير هي بتاخذ اسبوع بالكثير فيعني مش هت مش حتوفر حاجه كثير وقت لو انت بعتها قبل ما يكون عندك ملف سبونسر شير. فطريقة طلبها زي ما يعني الغالبية الان بيعرف تبعثوا ايميل لهذا الايميل نص الايميل عندكم الاشياء اللي بترفقوها هسا برضه الاشياء اللي بترفقوها يعني هي الاشياء الاحوط تمام انه الميديكال دبلومه والباسبورت والبيرمننت لايسنس اللي معاك. لما معك لو ما معك بيرمننت لايسنس بامكانك تبعث اللي هي التيمبرالي لايسنس في الاردن في ناس بعثوا بس الفورم ستيف اوف نيد فورم و يعني مشت امورهم في ناس لا طلبوا منهم اشياء ثانيه فانا عشان هيك مثلا اهم شيء الباسبورت يعني الباسبورت عليه الاسم هم راح يطلعوا لك السيرنت اوف نيد بنفس اسمك على الباسبورت ف وطبعا اسمك على الباسبورت برضه اسمك على الميديكال دبلوما برضه على البيرمت لايسنس عشان هيك انا بنصح دائما انه تبعثوا هدول كلهم يعني ما تحاول انه تبعثهم لانه بقول لك ابعث لنا ملف ثاني هيك الشغله الثانيه برضه سالت انه بهدول الانجليزي وبالعربي احنا بنتعامل مع يعني وزارة أردنية فبتعاملوا باللغتين لكن بنصح إنه بالإنجليزي كونه كل التواصل الآن في الإنجليزي كل اللغة في الإنجليزي فبنصح بهذا الموضوع إن بارتيكولر إنه تبعت الدبلومات في الإنجليزي البيرمنت بالإنجليزي الـ كل شيء يكون في الإنجليزي بندفع زي ما حكينا بنرفع الصورة الشخصية صورة الجواز والسي في وذاوت كابس والسيمت اوف نيد بيرفعوها هم مباشرة التابات يعني كثير برضه اجتني اسئله على التابات يعني انا ما اتوقعش ان الموضوع يكون يعني معقد صراحه انه خلص تاب مكتوب فيه انه الباسبورت وخاصة ما في غيره التاب الباسبورت بايوغرافي اللي هي صوره الباسبورت برضه اسئله ثانيه كانت على باقي التابات صراحه يعني they ار سيلف اكسبلانتري يعني مشرحين حالهم لحالهم وخصوصا بعض الاشياء ما فيها الا ثانيه واحده برضه على موضوع صراحة السي في وذاوت جابس اجت كثير كثير اسئلة وكثير يعني وصلني اكثر من 20 سي في اراجعهم فانا يعني من منبري هذا بعتذر من اي واحد اعتذرت منه مش يعني صراحة اعتذرت من الجميع يعني انا ما راجعت اي سي في ولكن الفكرة انه يعني الموضوع بسيط وما بحاجة لمراجعة انه بس اعملها انه ما فيها يعني اني جابس يعني سمبل ثينج من لما في ناس بيحكوا لما تخرجت انا بحب من اول الجامعة فبس انه تكون Without جابس و هل شهر قفص او شهرين عادي انا بالنسبه لي من حسب البقره او من حسب المشاكل برضو اللي وصلتني من يعني بعض الناس اللي صارت معهم على موضوع السي في انه ما تخلي اي جاب يعني وهم بريفلكسبل نحط إن لهم اني كنت بدرس نحط لهم اني انا كنت فيكيشن ما في اي مشكله احط انه الشهر هذا انا كنت فيكيشن وذ ماي فاملي ما في يعني هم ما عندهم اي مشكله لكن انك تخليها فاضيه فهي ممكن يعني انه يكون يعني هم فليكسبل في الموضوع طيب هسا في اوراق معينه المفروض انها تكون عملفك على ملفك e. على الاي سي اف ام جي على الاويسس عشان يعطوك الدي اس 2019 أه مجرد ما ارتفعت هاي الملفات كلها اللي هي ملفات انت بترفعها ملفات التي بي ال اللي هو الكوردينيتور تبعكم برفعها ملفات برفعها الاي سي اف ام جي نفسها مجرد ما يكتمل ملفك أه هون ذا ايشو الدي اس 2019 لك الدي اس 2019 هي الورقه اللي بتخليك تاخذ الفيزا فهي احنا كل اللي بنعمله هذا عشان احنا ناخذ الفيزا مجرد ما كل شيء صار هسه لو الشيء الحلو واللطيف انه هم صراحه دقيقين جدا اي سي اف ام جي يعني هم بدفع لهم انا هيك بفسرها بدفع لهم كثير ولكن في نفس الوقت هم دقيقين جدا بيراجعوا كل شيء عندك لو عندك اي شيء فيه خلل لك مثلا بيعطوا لك السي في تبعيتك مثلا فيها جاب او مثلا بيبعثوا لك الملف هذا مش موقع او موقع في المكان الغلط يعني بعيده فهم بيتابعوا كل شيء براجعوا كل شيء كل ملف واحد واحد ما بمشوش اي شيء فكله بتراجع بالنسبه لهم اذا لقوا عندك نقص ملفك مثلا اكتمل ما عدا ملف ما بيستنوك مثلا بس انه انت تكتشف لحالك لا عادي بيبعثوا لك ايميل بعد كانوا يعني بس يجي حدا يراجع لك ملفك بيبعثوا لك ايميل انه انت انت عندك نقص في واحد اثنين ثلاثه مثلا سيرفر اوف نيد لسه ما 12 او كذا انت مع انك تكون باعثها بس مش وصلت لهم او ما رفعوها او كذا فهذا الشيء منيح كمان منهم انه من هم they keep tracking every single one they keep sending you emails انه ناقصك هيك هذا الملف بده تعديل هذا الملف بده هيك طيب هسه انت بتقدر عن السي في بس لانه اكثر من حد سالني بقدر يعملوا سبمشن لنفس الاي ار سي في ماي بيرسونال uh, اوبينيون انه انتوا لما عملتوا سبمشن للاي ار سي في ات سبتمبر فمر من سبتمبر لهلا مارش في ست اشهر زي ما حكى عامر ما بدكم تحطوا جابس حتى لو كنتوا قاعدين بالبيت كلنا بنكون بنستنى بالماش اغلب الناس بس حطوا مثلا ستيب 3 بريبريشن فانا شخصيا اللي عملته اني عملت كوبي بيست من معظم الاشياء اللي كنت كاتبها على السي في تاعت ايراس على وورد دوكيومنت بي دي اف ما بياخذ اكثر من 10 دقائق وحطوا الفتره انه preparation او الكتيف واتس اوفر بس كنت عاقب على موضوع السي في يا ممتاز جدا فيا هاي برضه فكره اللي حتى انك تعمل السي في بدك تعملها مفصله كذا برضه على موضوع مثلا على ايش الادرس أنا بطلبوا ادرس في امريكا الادرس حط ادرس مكانك الحالي هذا ادرس رقم واحد حط ادرس رقم اثنين اللي هو مثلا الهوم ادرس والورك ادرس الورك ادرس هو حطه ادرس البروجرام تبعك في امريكا يعني كل بروجرام له ادرس واضح واكيد كلكم تعرفوه البروجرام تبعكم اذا ما بتعرفوا ممكن يو كان جوجل ات فهذا يعني اي اي ادرس في امريكا انت الان مش في امريكا فحط ادرس البروجرام تبعك برضه تقديم على الفيزا اتوقع على المعظم قدم قبل هيك لكن كذا كيس سريع بتعبي الفورم اسمه ال 160 بتعبي فيه معلوماتك بعدين بتروح تعمل أكا... او مش تعمل اكونت يعني بتعمل نيو ابلكيشن لفيزا على موقع السفاره هذا غير عن فورم 160 بس لازم يكون عندك فورم 160 عشان ترفعه او ترفقه بالطلب تبعك وبتدفع ببنك القاهره عمان وبتحجز موعد الان احجز موعد قريب انت ما معك دي اس 2019 فما تحجز موعد قريب بعد اسبوع او كذا احجز موعد بعيد وبس بس يجي الدي اس يصير معك انت يوصلك تحجز تغير الموعد لموعد قريب اجين برضه هاي سالت عليها فحاب اتاكد عليها معك تغير الموعد مرتين بعد هيك بدك تدفع من اول وجديد فانت ما تغير اي موعد الا بس معك دي اس 2019 تفتح في شيء بناسبك بعد اسبوع او بعد يومين او بعد اسبوعين حسب قديش معك تحجزوه، ما في بيطلب امرجنسي ابوينتمنت برضه موضوع الامرجنسي ابوينتمنت سهل آه برضه وصلنا اكثر من حدا انه ابعت ايميل للسفاره ما تبعت ايميل للسفاره الامرجنسي ابوينتمنت جوا الموقع تبع السفاره اللي لما تكون انت عامل ابوينتمنت بدك تيجي عشان تعمل تشينج للابوينتمنت وبيجي عندك خانه على الشمال اللي هي امرجنسي ابوينتمنت ف فما في ايميلات في الموضوع يعني آه في تاب تكبس عليه وتعبي فيه تكتب فيه الايميل اللي انا كنت مرفقه اتفق مع الملفات المطلوبه. في شرط مش كثير ملتزموا فيه في او خليني اعيد الصياغه، هم ملتزموا فيه بعض الاحيان بفلت منهم، لكن انا بنصحك تلتزم فيه اللي هو ما بتقدر تطلب امرجسي أبو ابوينتمنت الا اذا كان سفرك خلال اقل من 60 يوم من آه يعني من الموعد، يعني خلال ستين خلال شهرين من الموعد تقدر تطلب امرجسي ابوينتمنت، يعني مثلا ما بتقدر تطلب امرجسي ابوينتمنت هسه، ليش؟ لانه انت سفرك خلينا نحكي ب 15/6 15 5 15 4 فمن 15 4 بتقدر تطلب أه هسه ما لسه اقل اكثر من شهرين فانت ما بتقدر تطلب هسه ايمرجنسي فالناس اللي صارت معها في ناس طلبت ايمرجنسي ابوينتمنت هسه أه ما ردوا عليهم هسه هم بيردوا خلال يوم او يومين اذا ما ردوا خلال يوم او يومين معناته يعني ممكن طنشوا طلبك او ممكن اجلوه او ممكن كذا فزي ما نحكي زي ما حكينا انا حكيت انه حكي خلص يعني حاول احنا بالاشياء هاي نتبع القانون خلص 60 يوم 60 يوم زي ما حكيت لكم اطمنوا لانه يعني خلال يوم يومين بيردوا عليكم بيفتح لكم مواعيد بعد يوم من يومين يعني خلال اربع ايام حتكون مقابل لما تطلب امرجنسي ابوينتمنت فهذا شيء منيح فانه ان شاء الله ما يعني بعرف الموضوع بوتر لكن ان شاء الله نكون ريليفنج يعني جميل دكتور انا من سؤال بس بعد يس تفضل تفضل نبيل نبيل اوكي آه في عنا كم سؤال آه شكرا آه. في دكتور حكيت انه قبل 60 يوم من سفرك هل هذا يعني 60 يوم من موعد التكت يعني لازم تكون حاجز تكت ولا 60 يوم قصدك من موعد ما تبلش دوام وهم كيف راح يعرفوا انه صار لك انه باقي 60 يوم يعني شو الدوكيومنت الريفرنس لل 60 يوم بالنسبه لهم تمام هسه هو ممكن اذا انت حاجز تكت تبعث التكت بس اذا مش حاجز تكت بدك تبعث بدك تبعث في, في النص تبعك تحكي لهم اني انا المباشره تبعيتي ب 1 7 البروجرام طلب مني اني اكون هناك ب 15 6 وانا مسافر ب 13 6 فهم عادي هم بيصدقوك يعني ما راح يكذبوك ولكن لما تحكي لهم 13 6 هم بتوقعوا 13 4 هو اول يوم تقدر تبلش فيه ايمرجنسي ابوينتمنت تمام اذا مو ذاكر تواريخ او مو ذاكر شيء فهم بيعتبروا اليوم المباشر اللي هو 1 7 فانت ما يعني ما تكون في الخانه هاي تمام هو قال على الغالب شو اللي بيصير انه انتم ما راح ي... ما راح يوصلكم دي اس 2019 الا بعد ما تكون وصل يعني داخل ال 60 يوم تمام ولكن انا بعرف ناس صراحه بروجرامات تبعونهم سريعه كان واصلهم ببدايه شهر اربعه وطلبوا ايمرجنسي ومشت امورهم فهذا بحكي لهم امانه بيعملوا استثناءات بس ما بيعملوا تعقيدات ف عشان الواحد يضل بالسيف سايد بتمنى ان شاء الله. هذا الموضوع انا من الناس اللي وصلني كل شيء كتير بكير بس الأبوينتمنت تاعتي كانت كتير متاخره يعني ب 20/6 شيء زي هيك والاورينتيشن كان رح يبلش فعملت ايمرجنسي ابوينتمنت حطيت كل شيء عندي حطيت الابارتمنت ليز الكونتراكت اللي وقعته وحطيت كونتراكت الشغل حطيت تكت الطياره اي ثينك تقدر تو ابلود as much documents as you need فاي شيء عندك يو بروفز بتحطه وعلى طول بعطوك emergency ابوينتمنت ف I wouldn't worry much about the emergency appointment بحس انها بتمشي باغلب الأغلب اغلب الناس بعرفهم مشيت معهم. Yeah. يعني تمام. Yeah. كمان yeah. Yeah. Go ahead. لا بس خلينا نعلق اخر شيء هم ما بدهم يعقدوا الموضوع هم بس بدهم يكونوا فير تمام فاحنا دائما هيك بنطلع على الموضوع هم ما بدهم يعقدوها عليك بس بدهم يكونوا فير بدهم يكون في قانون في الموضوع مش انه اي شيء نعم ممكن ترفع انت كل الدوكيومنت زي ما تفضلت ساره بصراحه يعني الدي اس 19 مع السيفيس مع الليتر اوف اجريمنت كانوا كافيين للمعظم ولكن لو بتحب تضيف الليز او كذا فاكيد ممكن نعم ايش في اسئله؟ اه في اسئلة على الشات آه في جر رهف بتسأل on the checklist حكين ايربل is mentioned as optional but recommended what are your thoughts on it آه اتوقع انها ايربل اوكي إيه انا إيه ما اعرف عن ايربل حلو الايربل اللي هي ليبل تشتريه انت تمام عشان الدي اس 2019 آم آم يوصلك على بيتك تمام فانت يعني هو عباره عن خدمه في لها موقع معين او اكثر من موقع يعني انت اتوقع الفيدكس عندها الموقع الخدمه هاي اللي هو بتشتري الليبل توصيل من هون له من مكان لمكان تحط فيه المعلومات وبتبعث الليبل للحدا اللي بده يعمل لك شيبمنت مين حيعمل لك شيبمنت للكوردينيتور تبع البروجرام تبعك فانت بتشتري الليبل بتدفع له تمام وبتبعث الليبل للكوردينيتور الكوردينيتور بكون عنده دي اس 2019 بحط عليه الليبل مثلا لو لو فيدكس بسلمه لفيديكس والفيدكس بتوصل لك اياه يعني. انت اللي حطيت العنوان فانت مسؤول عنه انت اللي دفعت فانت مسؤول عن الدفع انت اللي بتتابع عندك التراكينج فانت مسؤول عنه تمام الان اذا ما بدك او اذا في عندك الخيار الثاني خيار ثاني ان هم ايش يعملوا ايربل لحالهم يدفعوا له لحالهم ويتابعوا شو الفرق الفرق شغلتين الشغله الاولى بالنسبه لسرعه التوصيل تمام هم ما راح يشتروا الموست بريميوم حسب البروجرام صراحه يعني احنا البروجرام تبعنا صراحه كان بريميوم الدليفري تمام فخلال بعتوه خلال خمس ايام كان واصلنا كل تمام لكن في بعض البروجرامات ما بتشتري بريميوم بريميوم يكون غالي مثلا بيكون على الواحد 50 دولار ويكون عندهم عين مقيم ف في بعض البروجرامات تشتري اللي هو الستاندر الستاندر مثلا بوصلوه خلال اسبوع أسبوعين ممكن يتاخر ممكن كذا لا ما في بريورتي في الموضوع الشغله الثانيه العنوان هم بيدخلوا العنوان هم دقيقين ولكن عندهم 20 50 مقيم سنه اولى بدهم يدخلوا عنوان كل واحد ممكن يخربط هو ما بيعرف البلد يعني ما بيعرف مثلا الاردن كيف تضاريسها ما بيعرف العنوان في الاردن غير العنوان في امريكا فانا ما عم بحكي لكم انه روحوا اشتروا ايربلت تاع حالكم وابعثوا لي للكوردينيتور معظم البروجرامات ستريكت على الموضوع يا اما انه هم بيعملوه يا بطلبوا من كل المقيمين يعملوا ما في خيار لكن لو خيروكم انتوا الاثنين فالخيار إلكم ما بعرف صراحة يعني ما بدي أنصح بإشي أنا ما أكون متأكد منه لو كان الموضوع بكير يعني هسا وصلهم خليهم هم يعملوا لو بتوفر حالك شوي لو أنت حاب توفر ما بعرف يعني لو أنت شاك أو بدك تريح حالك خلص روح أنت على الموقع اشتري الإيربل خذ الليبل وابعثه لك تبعك إن شاء الله أكون يعني جاوبت بتفصيل بس تعليق أتأكد من الكوردينيتر أنا البروجرام تاعي ما كان بيبعتوه وهو مكلف شوي أتوقع مية وإشي إيربل فتأكدوا عشان أنتوا تبعت تدفعوا تبعتوا لهم إياه عشان ما تتطول البروسيس yeah. في كمان yeah, صحيح. صحيح. ممكن أنت توفر في الموضوع يعني لأن أنا بعرف أنا ما كنت أعرف السعر مية وشوي لكن أنا بعرف إنه غالي لأنه yeah. هو بريورتي بيكون خلال ثلاث أيام وكذا ولكن مش خسارة يعني لو مطلوب منك مجبور عليه اعمل ما في أي مشكلة بالضبط ريناد uh, بتسال: Can we get a visa appointment in the embassy before receiving DS 2019؟ Yes, sure. أنت بدك هسة تعمل appointment، بس المشكلة إذا ما معك ال DS 2019 لأنه هو حيطلبوه. يعني هم حيطلبوا شغلتين على الأكيد. حيطلبوا الباسبورت حيطلبوا ال DS 2019. بعض الناس طلبوا منهم الcontract بعض الناس طلبوا منهم الـ agreement بعض الناس طلبوا منهم apartment مثلاً حجز apartment كذا. لكن على الأكيد على الأكيد الكل من طلبوا منهم هدول الشغلتين. ليش؟ ال DS 2019 لازم يكون الاصلي عشان راح يختمه هو كمان تمام فهو لازم يكون الاصلي عشان هو يقدر يختمه كمان ما بيختموا على مش الفورم الاصلي والباسبورت فنعم انت بامكانك تحجز هسة بس ما تحجز هسة لانه يعني اذا هسة وقرب بدك ترد تاجل فاذا اجلتها راح عليك موعد ضل معك تاجيل واحد تاجيل ثاني راح تدفع من اول وجديد ف... باسل بس يعني. بس قاعد بسأل Can you tell us about an approximate timeline لل whole visa process دي اس 2019 appointment etc uh... بس رح اقرا هذا السؤال من سؤالك بس لانه الاشياء الثانيه عامر لقدام رح يحكي عنها وبالنسبه متى بتطلع الامرجنسي appointment انا شخصيا يعني بعثوا لي ايميل انه your emergency appointment was approved وكان عندي خيار ثاني يوم بالضبط اختار فاخترت ثاني يوم مباشره فالemergency appointment literally بيعطوك within two days بس بالنسبه لل part like approximate timeline of the whole process. So uh, يعني هو هو سؤال اكثر عشان الواحد يرتاح نفسيا هسه so, whole process البروسيس انت اتوقع حتكون معك الفيزا بين نص خمسة لأول ستة تمام بعرف كتير ناس تأخروا مش كتير لا يعني هنحكي عشرة في من الناس ممكن يتأخروا تمام هاي إحصائية من عندي مش دقيقة لكن شفت أكثر من حدا تأخر لأسباب مختلفة ولكن الغالبية من أول خمسة أو نص خمسة لآخر خمسة بيكونوا طلعوا الفيزا أنت ما راح تسافر قبل هيك ليش؟ لأنه سفرك هناك غير مدفوع تكلفة عالية بجوز لسه ما عندك سكن فكثير اشياء ما حد راح يسافر بنص خمسه او باول سته وما بنصح حدا يسافر بهذا الوقت لكن ما بنصح الكل يسافر يعني باي 10 جون يكون هناك لانه في كثير اوراق راح راح تطلعها في, في نقطة كثير مهمة عامر إذا yeah. أنت على جي 1 فيزا ما بتقدر تفوت غير within, 30 days قبل ما يبلش اليوم الأول من الشغل تاعك فمثلا أنا كان first day is the first of July فما كنت بقدر أفوت أمريكا قبل أي يوم قبل واحد ستة ف yeah. care of those details في كمان سؤال من هبه زيود. I signed the contract but there's no letter of agreement. Is it normal not to have it? ما بقدر أجاوب آه أو لا بس أنا كل اللي بعرفهم كان عندهم letter of agreement. ف... Very simple thing ابعتيلهم إيميل بس أنا I just wanna make sure that I'm not missing anything. Is there a letter of agreement or not? Very simple straightforward. بس ما بقدر أحكي لك آه أو لا جزء البروجرام تبعك ما عنده ولكن أنا بعرف الغالبيه كان ما عندهم الـ okay او oh, خالد ربيضي ثانك يو uh, نوهلنا على فكره انه you need the نمبر number actually CVS number to, to book a J1 appointment واللي هي بتكون مشروده بال DS 2019 اتوقع Yeah that's true لما ت uh, book appointment صح مضبوط uh, لما تيجي تعمل appointment اذا اخترت J1 فتحت بحكي لك اكتب لي اسم البروجرام بحط yeah. لي save this السيفيرس <سؤال> راح اول ما يعني اذا ايشو الدي اس 2019 راح يبعثوا لك ايميل انه يور دي اس 2019 واز ايشود واحنا راح نبعثه للبروجرام تبعكم اللي تبعك وهي السيلز نمبر تبعك يعني هم راح يعملوا لك الدي اس مع السيلز نمبر فانت راح يوصلك في الايميل اللي بيحكي لك فيه انه الدي اس تبعك واز ايشود تمام بس يس آه، لازم تكون آه، لازم يكون معك السيلز نمبر لما تروح على على ما تحجز أبوي عشان تحجز أبوي. ذاتس ذاتس ترو مظبوط Yeah. سؤال so, mm. I'll من you, is the location that they will send the S2019 is the same address we put in our ERAS? ما في ما في علاقه يعني انا انا وصلني هذا السؤال اكثر من مره انا اي كانت understand ذا كويستشن صراحه انه هم بدهم يبعثوا لك شيء يعني انا هسه بدي لاي واحد شيء خلص بس اعطيني ال... 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 وين انت حاليا ولا عشان ابعث لك اياه فهو ما بفرق يعني ما حدا راح يجي يقارن هون وهون فمكان ما انت موجود حاليا اعطيهم الادرس عشان يبعثوا لك اياه واحنا عندنا في الاردن ما عندنا ادرسز يعني انت بس اعطيه انه في الزرقاء تمام او في عمان او في اربد تمام عمان الاردن هم فيديكس اول ما يوصلهم الملف الشغله راح يرنوا لك يعني تليفون اهم شيء تحط رقم التليفون واهم شيء تتاكد من رقم التليفون لانه عندنا في الاردن بوصلوا على رقم التليفون وهبه انا شخصيا كان عندي الايراس كنت في في تكساس وقتها والدي اس 2019 كنت في عمان فكانوا التنين مختلفين و everything went smoothly so I don't think this should uh, زي ما حكى عامر ما له كتير علاقة. Uh, I received J1 sponsorship application without signing a contract. is this normal? Again uh, I, 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 I don't know how they can do such a thing صراحة uh, بس الشيء اللي, اللي بثبت او بيثبت حقك بانك انت مقيم هو انها to sign a contract تمام؟ ما بعرف ليش انتم ما بعثوا لكم كونتراكتس او ليش ما وقعتهم او ليش كذا بس اذا نورمال يعني خلينا نحكي نورمال هو غالبيه الناس لا غالبيه الناس ما بيفتحوا لهم جي 1 سبونسر الا بس يوقع العقد بحيث انه هو موافق على الاشياء فما دام لك السبونسر معناته هم موافقين بس ما يعني I would check with my coordinator نبيل إذا عندكم أي سؤال يعني الكوردينيترز هم وظيفتهم فعلياً تو smoothen يور process مجرد ما طلعت كل ماتش لهاي فدونت هيزيتيت تسالهم عن اي شيء انكلودينج housing, انكلودينج Including... أي شيء ممكن اي شيء بخطر ببالك بس ما تقززوهم كثير يعني هم رح يضلهم معك كل بس حط اذا عندهم اي شيء هم فيري ريسبونسيف حطوا 10 خطوط ما تقززوهم كثير هم بالغالب مش دكاتره هم ناس عاديين دواهم من الساعه 8 الصبح للساعه 5 وبيروحوا وبزهقوا بسرعه فانا مع فكره انه تسالوهم ولكن خلوا دائما أسئلتكم قصيره مباشره تو ذا بوينت وصراحه شيء يكون منطقي هناك يعني شوي بيحسوا انهم كذا ف يعني ممكن انا اذكر شغله عارضه الان الامبشن على كل مقيم ببلش من اول يوم مش اقامه يعني من اول يوم بتمتش فيه انت من اول يوم بتمتش فيه they start for... formatting a picture like you, your picture okay or how who is this guy or person who's coming to us ف يعني بعرف انه احنا ما لازم نكون جاجمنتال وكذا بس احنا نكون واقعيين انت صوتك تتشكل من اول يوم توقع فيه العقد اول يوم يجيك الماتش ببلشوا هذا من وين كيف بيحكي كيف بيساوي شو بيسال اسئلته منطقيه مش منطقيه كذا 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 ما تخاف يعني مش هذا الشيء لازم يكون انه يسحبك لورا ويمنعك انك تسال او يمنعك كذا بس لا انه اذا بده يساعدك انك انت تكون اكثر منطقيه في التعامل فانا بحكي لك اه خليه يعملك اكثر منطقيه في التعامل لانه هم بالاخير هم بشر زينا زيهم they they, they want to understand who's who's coming يعني بالبرسوناليتي الواي اوف ثينكينج هل هو انسان جاجمنت مش جاجمنت هل هو انسان فلكسبل مش فلكسبل فيعني ليش بحكي هذا الشيء؟ لانه في شخصين برضه تواصلوا معي فرجوني ايميلات من ال يعني من الكووردينيتور واحد منهم الايميل كان يعني للامانه كان رود الايميل بحكي ليش هو هيك او ليش بعت لك هيك؟ فبعدين من الكلام تبين انه هو باعت لهم خمس ست ايميل انه كل شيء حلو تسال تمام بس حاول اسال بايميل واحد واسئله تكون يعني فعلا تكون مفيده زائد الكوردينيتورز ما بيحبوا يحكوا ما نعرفش لان هم وظيفتهم زي ما حكيت صار انهم يعرفوا فاذا بيعرفوش فهي مشكله فلما تسالهم سؤال هم ما بيعرفوه فهو يعني مش عارف بصير ديفنسيف شوي فانيوي ما بدي اعقد الموضوع انا بس يعني حبيت انه يكون الامور هي واضحه في غير في اسئله كمان السؤال الأخير: إنه can you pick uh, can anyone pick the DS 2019 in عمان a a relative, or shall I get it personally? ما ما آه بالأحسن. أتوقع هو you pick it up from FedEx صح؟ من المكتب؟ <applause> فلما يكون معك إعطاء هوية إنه he's relative. you can check with them بس مثلا جواز السفر ممكن حدا to pick it up for you, إذا كان معه identity بس اتأكد من موضوع أس 2019 yeah. لا شكراً. هم صراحة الملفين سواء الجواز السفر أو الدي اس لازم 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 الشخص المعني هو اللي يستلمهم تمام في استثناءات بتصير احنا يعني في الأردن لساتنا تمام أنا من الناس اللي صار عندهم استثناء أنا كنت يعني ما بقدر اوصل البيت وهو كان على باب البيت فانا حكيت له هي انا معك على التليفون خلي الوالد يستلم منك ما رضي في البدايه ولكن مع شويه كلام مع شويه توضيحات استلم تمام ولكن لو عرفوا عنه رح يعني رح يتع يعني رح يصير في عندك كونسيكونسز عليه هو مش عليك انت بمعنى اخر يفضل انك انت تستلمهم هل يمكن حتى يستلمهم؟ اه يمكن بس بالهداوه بالكذا اعطي اكسبلينشز منطقيه ممكن غيرك يستلمهم لكن بالقانون جواز السفر والدي اس 2019 لازم يستلمهم الشخص المعني فقط Okay. Um, Lana I was asked, are you legally authorized to work in the U.S. in the personal info section for the state license? I'm currently seeking a J-1 visa. Do you think I should answer yes or no? once you have the J-1, the answer is yes. تمام. هسا هذا الملف أنا ما راح يكون ما ما راح يعني ما راح يباشروا فيه أو ما راح خلينا نحكي تباشر العمل فيه إلا بعد ما تبلش أنت إقامة تمام إذا في تاريخ فإذا كان التاريخ بعد 1/7 I would say yes إذا كان التاريخ قبل 1.7 أو ما في تاريخ I would say no لأنك أنت قاعد بتقدم الآن. يعني mm -hmm. إذا أنت معك J1 فأنت بتحق... your answer is yes إذا ما J1 وتاريخ ال... يعني ما في تاريخ أو تاريخ البدء اللايسنس هي قبل 1.7 أو قبل ما تكون مع الجي 1 فحط الانسر answer is no. أحمد ياسر <applause> بده يسأل ولا آه. يعطيك العافية عندي آه سؤال عندك فكرة بكيف أغير جي ون ريسيرش لكلينيكال أنا حاليا بأمريكا وبعمل ريسيرش أم آه. آه، في عندي أكمل سؤال إذا عندك خبرة بهذا الموضوع اوكي okay. <applause> انا بعرف الموضوع انه الجي 1 بتحول لاما انه بصير في تيرمينيشن او ديباتشر او اما بعمل ترانسفير أم... راح اعطيك اجابه سريعه من الشيء اللي بعرفه وممكن نخلي الموضوع نحكي بالخاص عليه لانه الموضوع راح يكون طويل انا بعرف الموضوع هذا أم... الاجابه باختصار اذا بتقدر تروح على الاردن تبلش البروسس تعمل ديباتشر اللي هو تلغي الجيوان القديمه وتبلش جيوان جديده اي هايلي ريكومند ذات اذا بدك تعمل ترانسفير راح يكون في كلام ثاني تمام ودائما هاي الاشياء يعني بصراحه بدها حدا متخصص وممكن حدا مر فيها انا ما مريت فيها ومش متخصص فيها ولكن هاي خبرتي اللي بعرفه عنها عندك بس... سؤال معين اذا في بدنا ديسكشن ممكن نعمله بعدين بس ب... ب... معلش بس هالسؤال آه... ليش هاي اللي ريكومندد ارجع على الاردن؟ آه... عندك اي فكره ب... يعني أنا فكرتي إنك عشان تعمل الترمينيشن اللي هي ديباتشر باث واي، إنك خلص تنهي الجي 1 القديمة وتبلش جي 1 الجديدة، هسا مش شرط ترجع على الأردن المهم تطلع راح تطلع من أمريكا لأنه الجي 1 الجديدة ما راح تطلع من جوا أمريكا تمام <applause> مه... لازم تطلع من أمريكا تروح على المكسيك تروح كندا تيجي على الأردن المهم تطلع تعمل جي 1 جديدة اللي هي ديباتشر باث واي في ترانسفير باث واي أتوقع ممكن تسويه أنت جوا جوا أمريكا بس أنا مش متأكد من هل يمكن او لا او شو التفاصيل وقديش باخذ وقت هاي الاشياء الشيء الثاني صراحه من حسب فهمي للموضوع انا ما مريت في الموضوع كان اكثر شو بسموها اكثر اطمئنانا صراحه انه اضمن في موضوع الوقت لانه الترانسفير غالبا باخذ وقت ما اعرف صار اذا عندها خبره في الموضوع او لا كتبتلك انا كنت كتبت لك على السكشن كوميت انا اي نو سم بيبول هو ثرو ذا سيم فممكن اوصلك بهدول الاشخاص وتشوف يعني احسن شيء تتعلم من حدا مر بنفس الاكسبيرينس حيكون بيعرف اكثر من يوم عامر فاي كان ريفير يو لهدول الاشخاص تمام شكرا شور تو اوكي عامر حكينا عن موضوع ال ال بتعمل سكيول وانس انه انت عندك الدي اس 19 بعد ما تقابل بالفيزا طبعا صراحه يعني نادر جدا 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 ما يعملوا أه وجع راس لاي حدا مقدم على جي 1 لموضوع ريزدنسي يعني ما مر علي شخص واحد صار عنده وجع راس الباقيين كانت امورهم سهله أه بس الكل طبعا بعطوه سكيورتي تشيك بعطوك ورقه انه رح يعمل سكيورتي تشيك ومش هيك خصوصا اذا بتقدم لاول مره على جي 1 بتقدم قبل هيك او مع جي 1 قبل هيك تكون اموره اسهل لكن اللي اول مره قدم مع جي 1 سكيورتي تشيك ومن شيء كذا برضه ام نوت اوير اوف سم هو انه الموضوع يعني آه، 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 صار في مشاكل على موضوع السكيورتي تشيك في الموضوع كان المده في ناس وصلهم بعد اسبوع في ناس وصلهم بعد اسبوعين بس ايفنشولي الكل وصلوا على الوقت آم، تستلم جوازك زي ما حكينا تجويد الموضوع عضويتك في النقابه يعني هو موضوع اختياري لانه برضه وصلني اسئله انه نخليهم نعملها تجميد ولا كذا، هو موضوع اختياري يعني انت اذا حاس حالك رح تحتاج النقابه اثناء وجودك في امريكا فما تجمد عقود عضويتك، ولكن لو انت حاسس حالك انه خلص انت اكتفيت منهم انه ما اخذت اوراقك اللي حاليا منهم فذن يا اعمل تجميد Uh, يعني uh, بتوفر على حالك صراحة هو الهدف منها بس التوفير المادي يعني صراحة ما فيش إشي إنه راح تخسر أو تكسبه بس الفكرة إنه you are not getting anything from them you are just paying them و trust me بعرف ناس كثير uh, يعني حاولوا في كل الطرق يعملوا ويفر للدفع ما 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 قدروا فإذا ما عملت تجميد عضويتك there is no way إنك أنت ما تدفع لو جيت بعد عشر سنين على الأردن او سبع سنين او كذا وبدك بدك ورقه من نقاط الاطباء المستحيل مستحيل تشتغل هون بدون غير اوراقهم يعني فما حاولوا كثير ناس انه ويفر وهي اثباتات اني انا بره البلد وهي كذا مش مجمد عضويتك بدك تدفع وكان يدفع مبالغ 2000 3000 فبس طبعا بتاخذ معك عقد العمل الليتر اوف اجريمنت او الكونتراكت زي ما بدك والفيزا اللي طلعتها انت بتروح على اي فرع للنقابه للنقابه بتط... اه بتعمل بتدفع اللي عليك كله وبعديها بتعمل تجميد تعبي ورقه التجميد ومع ذكر الاسباب بس بتحجز الطياره صراحه برضه بعرف اكثر من صار عنده مشاكل في الطياره بحجز طياره بعديها بتجو... بتاخر الجواز بصير مع الشغله بده يغير كذا فكانوا يعني صراحه زي ما حكينا في المرحله الحاليه خصوصا من الان لغايه ما تخلص السنه الاولى حاول اختصر اي وجع راس لانه انت وجع راس جايك جايك على كل الاحوال فانت حاول اختصر الاشياء اللي ممكن تختصرها لو دفعت انه على حساب الماده لو حساب كذا مش مشكله بضل احسن من يعني بضل واحد متوتر ليش لانه انت راح يبلش التقييم تبعك من اول يوم وخصوصا لما تبلش الدوام من اول يوم دوام راح تبلش تقييم تبعك انه هذا منيح مش منيح حتى لو انت كنت احسن واحد اول يوم كنت مرتبك اول اسبوع او اسبوعين كنت مرتبك او عندك كثير اشياء جوين اون فببلشوا يعني مش انه يجدجوا بس ببلشوا انه ليه اه والله هو بطيء والله هو بروح متاخر وبتروح معك لمعظم الإقامة لا من أول يوم خليك مفضي مخك بس للإقامة خصوصاً خلال أول شهر أو شهرين عشان تعطي جود إمبريشن بعد هيك بإمكانك شوي شوي تبلش تتحمل توفر مصاري على حساب شوية أشياء شغل شوي زيادة ممكن تعمل بعض الأشياء الدورات أنا بالنسبة لي يعني كنت أشوفها شيء أنا بروفيشنال وشيء محرج إنه الكوردينيتور يبعث لك ثلاث أربع مرات إنه في عندك دورتين مش مخلصهم أنا الحمد لله كنت مخلص كل دوراتي من لما رحت هناك ولكن لما كانوا يبعثوا للناس وكذا كنت اشوف يعني بيبعثوا بيبعث الايميل وذ فرستريشن تمام لانه خلص يعني انت بروفيشنال واحنا باعثين لك من شهر ثلاثه عندك يعني شهر ثلاثه شهر اربعه وشهر خمسه وشهر سته اربع اشهر اذا يعني باربع اشهر مش قادر تخلص مثلا 12 دوره او 15 دوره كل وحده منهم ساعه ساعتين ف ذس از ان بروفيشنال ما راح يصير عليك شيء بس يعني عشان برضه زي ما حكينا تخلي صورتك منيحه خلال First تذكروها فيرست امبريشن لاست امبريشن لا بتغير هو بتعدى انا ما بحكي هيك بس هو بضل يعني ليش تدخل في الدو... في في وجع الراس هذا يعني هو كلها وجعة راس انه لا بدي اثبت لهم بعدين يعني لا انا منيح بس بالبدايه كنت متوتر او بالبدايه كان عندي كذا بس زي ما حكت صار يعني لي فيرست امبريشن لي فا جود فيرست امبريشن خلال هالفتره طبعا لا تنسى انك تكون دور على سكن تبلش تعمل علاقاتك مع الناس اللي هناك تتعلم منهم تشوف شو في اشياء لازم تعملها آه uh, وان شاء الله الامور ميسره ما بعرف اذا في اسئله كمان اذا ما في خلينا سارة نحكي عن موضوع ال um, yeah. ال في سؤالين على الـ hmm? على الجروب uh, كمان حدا بيسال عن ريسيرش رح يتواصل معي بعدين so hmm. رينات هاو how much does it take often often to issue the visa after the interview uh, سبع ايام 7 days this is what they tell you تمام زي ما حكيت على موضوع first first time seven أو أسبوع لأسبوعين يعني. بس غالبية الناس خلال seven days yeah once you uh, get uh, yeah and once once you get approved خلال خلال سبع أيام بكون رني لك إنه جوازك صار عندنا أرامكس sure uh, محمد بيسأل from what institution you get the permanent license بالأردن ما إذا بالأردن اللي بعطيك المزاولة هو فقط الوزارة، هي الوزارة بتعطيك مزاولة الدائمة أو المؤقتة، المؤقتة اللي هي التمبرري والبيرمننت اللي هي المزاولة الدائمة. فهي من وظائف الوزارة، برضه هذا السؤال أكثر من مرة، يعني هذا شيء رسمي حكومي فلازم الوزارة، النقابة مش شيء حكومي، النقابة شيء عمل يعني مجتمعي. الحكومة الشيء الحكومي هو اللي بعطيك، اللي الوزارة هي تعطيك بتعطيك البيرمننت أو التمبرري لايسنس. إجابة على هذا السؤال محمد المستشفى اللي عملت فيها امتيازك بتاخذ منها الأوراق بالآخر أخذتها من البشير وبعدين بتروح فيهم على الوزارة ومن منها بتتحول المؤقتة لدائمة مش أنت أول ما تتخرج بتاخذ وحدة مؤقتة بعدين بتعمل الامتياز بعدين بتاخذ دائمة يس بتعمل زي ما حكت تفضلت سارة بيعطوك ورقة من المستشفى اللي أنت عملت فيه الامتياز أنك أنت خلصت شهرين بعدين يعني شهرين جراحة شهرين كذا شهرين كذا مع التواريخ مع التواقيع وانك انت عملت انفكاك وانك انت عملت عملت براءة ذمة وكذا وكذا بتاخذ الاوراق كلها بتروح على الوزارة بس بصير هاي الاوراق كلها موجودة في عندكم يعني ممكن تسأل الليستة الموجودة وبس تروحوا هناك آه على الوزارة آه بياخذوها منك واتوقع خلال اسبوع او اسبوعين بكونوا مجهزين البيرمننت هو ال محمد مش عامل امتياز هي سكيبت هيز انترنشيب فبسأل دو اي جيت ذا بيرمننت لايسنس ايفن اف اي سكيبت انترنشيب؟ نو نو ذير از نو واي تو جيت اللايسنس without امتياز ممكن تاخذ المؤقتة تمام عادي زي زي غيرك اللي قبل ما تبلش الامتياز لكن البيرمننت ما راح تقدر تاخذها الا تكون مخلص سنه امتياز لانه يعني بدك هدول يعني زي ما انا حكيت يعني عشان هيك انا شرحت بدك تكون ورقه موقعه من مستشفى معتمد انه انت خلصت شهرين باطني شهرين جراحه شهرين نسائيه شهرين اطفال وشهرين الكتف فاذا ما في وما في مستشفى راح يعطيك هاي اذا انا كنت ما دمت امتياز بالواسطه انا بالنسبه لي كثير ناس حاولوا في الواسطه يعملوها وما قدروا بس يعني انا ب... مش بحكي لك انه يعني ما بخوفك او كذا انا بعطيك بس الفكره العامه. هل هذا الشيء راح ياثر عليك في التقديم لامريكا؟ انا ما بعرف ام نت انه هو بياثر يعني اذا ما معك مزاوله دائمه ما ما ام نت انه هذا الشيء راح ينطلب منك بامريكا، لكن لو رجعت على الاردن بعد فتره راح يقول لك اعمل سنه امتياز هي هي الفكره. ما بعرف اذا في ويفر او اواي تو جو اراوند ات؟ يعني اذا تسمحوا لي يعني يعني هاي هاي الاسئله السابقة لاوانها بس يعني يو كان الامتياز يو كان ويف ات اذا معك اتوقع سنه او سنتين في امريكا يا اما يا اما او او في بس يعني خلوها للمستقبل هسه احنا نوصل امريكا ولا شيء اوكي okay. يا yeah, اتوقع هاي هاي الدايلما اللي كانت فت... قبل فتره ما عملي عليها واتوقع طلعوا بالاخير بالقانون اللي حكى كان دكتور محمد انه اذا معك سنه او سنتين كذا بس زي ما حكى دكتور محمد يعني it's not the time to to go through this يعني اوكي ام سو هلا في اسئله عن الهاوسينج انا راح احكي لكم هلا عن الهاوسينج اكسكيوز مي بس يا طبعا oh مالك سؤال انا كان عندي سؤال uh, هسا الجي 1 فيزا هي بتطلع سنه واحده صحيح؟ والدي اس المفروض ثلاث سنين هسا لما نعاود نرجع على الاردن لازم نعمل كمان مره فيزا ولا yeah, يا هسا عادي بنقدر ب... الدي اس الدي اس بيكون سنه وليست ثلاث سنين هو مكتوب عليه ثلاث سنين ولكن هو فعال لمده سنه والفيزا بتنعطى لمده سنه تمام؟ وبالمناسبة برضه هذا الشيء انسألت عليه والعقد كمان تبع المستشفى هو لمدة سنة، فأنت عندك ثلاث أشياء لمدة سنة، دي اس لمدة سنة والعقد لمدة سنة والفيزا لمدة سنة. كل سنة بشهر واحد بتوقع عقد جديد لكمان سنة مع المستشفى براتب جديد. هي رقم واحد. اثنين بس توقع العقد الجديد بيبعثوا للاي سي اف ام جي، بيردوا بيبعثوا لك فيزا سبونسرشيب شيب، بترد تعمل له اكسبت بتدفع 370، بيردوا بيعملوا لك دي اس 2019 جديد لإلك. ورد يوصل للتي بي ال ورد التي بي ال يعطيك اياه هي... بعديها بدك تطلع من امريكا تجدد الفيزا آه... سواء تروح على المكسيك او تيجي على الاردن او تروح على كندا وين ما بدك مو جي 1 ما بتنعمل من جوا من جوا امريكا تمام طيب الان انت ما بدك تطلع من امريكا ما بدك تجدد الفيزا الدي اس هسه هو هو بيعطيك فيزا لمده ثانيه لكن هو مكتوب عليه ثلاث سنين تمام طيب. آه... فاذا انت الفيزا تبعتك خلصت وانت مش طالع من امريكا يو ار legally او يو ار يو ار ليجل جوا امريكا اليور سيتويشن از ليجل الفيزا تبعتك خاصه لكن دي اس تبعك شغال تمام فلو حدا طلب منك او كذا بتحكي له انا هاي الفيزا تبعيتي خلصت انا ما طلعت هي عندك الاي 94 انا ما طلعت من امريكا وهي الدي اس تبعي لمده ثلاث سنين ولسه انا ضمن الثلاث سنين تمام آه بس اذا طلعت من امريكا والفيزا خالصه ومعك الدي اس ما بتقدر ترجع فهي الفكره انه انت اذا مش ناوي تطلع وعارف حالك على اكيد مش هتطلع مكانك تضل وبعرف ناس كثير هيك عملوا يعني انه ضل ثلاث سنين مثلا في امريكا وما طلع منها تمام وما احتاج انه يدفع ويجدد نقابه وكذا وكذا عفوا يجدد فيزا وكذا وكذا ولكن اذا في احتمال انك تطلع فانا بنصح خلص نزلت على الاردن اجازه او كذا جدد الفيزا ما بتعرف شو بصير معك لا سمح الله صار شيء ارجنت صارت حاله مرضيه بالعائله صارت عرس صار كذا بتيجي على الاردن بدك ما راح تقدر ترجع لانه الفيزا تبعتك خالصه وما بدك ايش تبلش في الموضوع انه اجدد فيزا من هذاك الوقت لما تقدر تجدد فيزا بهذيك الفتره ف هاي هي البروسس بشكل عام بدك دي اس جديد في كل مره بتجدد فيه الفيزا والفيزا بتجدد كل سنه اذا انت جوا امريكا ومرك بالسليم اذا انت طلعت من امريكا والفيزا خلصت انت ما تقدر ترجع الا فيزا جديده ف... تمام شكرا أبقل. تمام هلا regarding الهاوسينغ أم... الهاوسينج ممكن من هلا تبلش تدور وطبعا مهم انك تبلش تدور من هلا انا شخصيا لما بلشت ادور بشهر ثلاثه ما كنت قادره الاقي كثير اغلب الليزز الناس هون بتعمل يير ليز واغلب الليزز اندز اراوند بتوين ابريل لجون الليز اللي هو عباره عن عقد سنوي آه هون الاجرات بتكون مينيمم يعني في ليزز شورت تيرم بس غالبا اغلب الاماكن بتكون 6 Months اور 1 يير واغلب موست اوف ذوز لونج تيرم ليزز بتكون 1 يير مينيمم ليز ون ون يير مينيمم ليز معناها انت بتبلش عقد مدته لتس من شهر 6 ستة لشهر 6 ستة السنه الجايه 12 شهر كاملين هلا اغلب الناس بتبلش تطلع اراوند من ابريل لجون واغلب الليزز بتخلص بهذا الوقت فعشان هيك لو فتحتوا تدوروا هلا على ابارتمنتس ممكن ما تلاقوا كثير ابارتمنتس لانه لسه الناس اغلب الابارتمنت بتكون افيلبل بين ابريل وجون حتى لو بلشتوا تعملوا كنت ارن على الابارتمنتس واسالهم يقولوا لي get back to us around ابريل تجون بس it does not hurt again to start looking for an apartment هلا regarding the housing في أشياء مهمة لازم نعرفها uh, لو كنت انت ممتش ببروجرام في already Jordanians أو ناس بتعرفهم أو خلينا نحكي relative إلك بهاي الستيت كتير بفيدك من انك انت كشخص برا ال, برا أمريكا قاعد عم تبعت وعندك foreign cellular number uh, foreign calls كتير بعمل بفرق وبخلي ال process much way smoother الليزنج uh, احسن انك تروح عليهم ان بيرسون طبعا هذا الاوبشن مش كثير ممكن يكون متاح ظنك انت لسه في الاردن بس لو عندك حدا بتعرفه ماخذ بهاي الابارتمنت ممكن هو مباشره يحكي مع الليزنج اوفيس هذا الاوبشن بيخلي الموضوع اسهل لانه مش كل شيء ممكن يكون افيلبل اونلاين انا شخصيا كنت مر بهاي التجربه ما قدرت الاقي ولا ابارتمنت كان كل شيء ماخوذ ومش ضايل بالاراوند ماركت اتواصلت مع احد الريزيدنتس على الجروب اللي ضافونا فيه هو شخص برضه اي ام جي كان جاي وجاي هو ومرته اوريدي في امريكا وكان جاي على المدينه ولاقي المكان تواصل عن طريق الايميل مع الليزنج اوفيس وحكى لهم في وحده زميله لإلي برضه انه بدها سكن وما كان في على الويب سايت اي شيء افيلبل لاقوا لي فهذا اوبشن خلوه ببالكم لو بتعرفوا حدا في المدينه او يو كان كونتاكت ذيم بيرسونالي هلا في شيء اسمه سكيورتي ديبوزيت security ديبوزيت deposit. Security deposit هو عباره عن مبلغ مالي غالبا بيكون اجار شهر ونص خلينا نحكي أجار الشقه بالشهر الواحد 2000 دولار فبيكون السكيورتي ديبوزيت 3000 دولار هذا السكيورتي ديبوزيت بضمن حق الابارتمنت بحيث اذا انت you broke the lease فجاه قررت بعد شهرين بدك تغير السكن انت هيك كسرت الليز كسرت العقد they're gonna keep this amount of money to them and برضو نفس الإشي زي مبدا اللي هو المبلغ كنا ندفع بايام السكنات التامين اذا كسرت إشي خربت اي إشي هذا برضه بحفظ حقهم انهم تو ديسكاونت از ماتش از نيدد هو بالاخر بيكون سكيورتي ديبوزيت أجار شهر ونص ف the end, يعني the last month بيكون هو مدفوع as I know تمام هلا uh, بالنسبة ل looking for an apartment في factors كتير مهمين تراعوها very important factors to consider أول إشي location هلا انتو اغلبكم جايين في الريزيدنسي ما بدك حتى لو لقيت بيت كتير حلو بجنن ورخيص وسعره بجنن بس يكون 30 minutes away from the hospital this is not very feasible especially انك like انت حدا جاي كاي ام جي don't have anyone in the city try to live as close as possible to the hospital خصوصا اول فتره ما رح يكون معكم سياره ممكن بدكم وقت to use the transportation Ubering. فكل ما زاد مسافه of course الاكسبنس حتكون اعلى كإنترن كسنه اولى حتكون ساعات شغلكم طويله حتكونوا بدكم earlier to get to the hospital later getting out of the hospital فكل هاي الفاكتورز يعني بتلعب كثير بتخلي حياتك اسهل لو انت ساكن 5 to 10 minutes away from the hospital فاللوكيشن مهم الشغله الثانيه باللوكيشن هي السيفتي اوف ذا اريا في كثير هوسبيتالز انا شخصيا one of my hospital الهوسبيتال تاعتي اغلب المستشفيات بتكون داون تاون او بمنطقه بتكون شوي public وهي المناطق غالبا مش بتكون كثير safe

إن شاء الله رح أشيره معكم في كل الويب سايت والريسورسز للابارتمنتس في ويب سايت تشوف safety areas. في مناطق بتكون كتير كتير حمراء بتكون فيها الكرايم ريت كتير عالي try to avoid ذيس areas في areas بتكون yellowish to اورنجش it's fine الخضر بيكونوا areas very very safe بس it's not a perfect case أغلبهم بيكونوا مناطق بعيدة وشوي higher um, higher expense وhigher rent rate هلا، this is the first factor. فاحنا حكينا عن الlocation، السيفتي the travel time. هدول بنضم للlocation. Uh, شغلة تانية uh, اللي هي the year that the complex was built in. okay ممكن لقيت location ممتاز بس والله الapartment سعره خرافي 1500 دولار بالشهر بس الapartment مبني من 1960. مع أمريكا فيها apartments كثير buildings very very old، وفي buildings very new. حاول تراعي إنه الbuilding يكون يعني ما بدي اعطي رف نمبر هذا الرقم مش مبني على ريسيرش او شيء بس يعني انا شخصيا اي ودنت كونسيدر ا اقل من 2000 uh, لانه حت حيكون مر عليه كثير تيرن وير وحيكون ممكن يكون فيه مولد الى اخره فبدك تحاول تلاقي اكثر شيء جديد ممكن فركزوا على الجير ذات ات واز بيلت ان بالانفو تاعت الكومبلكس اللي بتدوروا عليه ثالث شغله اقراوا الريفيوز تاعون التننتس او الناس اللي سكنوا في هذا الابارتمنت دوروا على الريفيوز على جوجل ريفيوز، دوروا على الريفيوز تاعهم الويب سايت نفسه آه, على جوجل مابس، يعني قد ما جمعت ريفيو اعمل زي كانك يو ستوكينج سم ون يو ونا نو ستوك دور على كل ريفيو ممكن، طبعا هذا الشيء مش لكل ابارتمنت عشان ما تضيعوا وقتكم، الابارتمنت اللي بتحس خلص امورك تمام وعاجبك اللوكيشن كله تمام بلش اقرا في الريفيوز خلص عليهم، اكيد رح تلاقي ريفيوز فيري فيري نيجاتيف، كل حدا في ناس بتشوف يعني اكيد هاد نيجاتيف اكسبيرينس بس you have to take يعني ان خلينا نحكي، أغلب الناس شو بحكوا. طيب خلصنا من الريفيوز بدك تطلع على size of the unit. هلا إحنا أغلب الناس عندنا متعودين كنا ساكنين مع أهلنا، في منكم عندهم اكسبيرينس يسكنوا في سكنات، أه بس مش كثير عندنا يعني system how apartment works. هلا ممكن تشوفوا شيء اسمه ستوديو في شيء اسمه apartment، ال apartment اللي هي شقة، studio بتكون عبارة عن يعني وحدة سكنية ما فيها تقسيمة غرفة نوم غرفة قاعدة مطبخ بتكون عبارة عن بوكس غرفة يعني سبيس كامل فيه مطبخ والتخت والليفنج روم كلها حتكون مفتوحة على بعض this is a studio الون بيدروم ابارتمنت فعليا بتكون ابارتمنت فيها غرفة كاملة للنوم فيها تواليت طبعا وفيها منطقة مف... ممكن الكيتشن مفتوحة على الليفينج روم بس at least there is a section for a bedroom ف keep this in mind انت حدا بتحب تكون الليفينج روم مع البيدروم مع الكيتشن كله in one space ولا بتفضل انه شوي يعني مقسمه انا شخصيا I prefer a one bedroom apartment فهذا preference بس هاي الاشياء keep it in mind بدل ما تشوف خلص انه اوكي استوديو سعر ممتاز ما راح يفرق there's a difference uh, اذا انت كنت شخص بدك تسكن مع حدا في تننت في روم بي uh, be very careful guys I have a very funny experience ممكن لقدام اشاركها بس be careful with who you live with يعني مش أي حدا طلع لكم بالبروجرام بدور على روم ميت يلا تمام ممكن تكون experience ممتازة ممكن تكون experience really باد وممكن تأثر على residency تاعتك فأنا اي personally recommend حتى لو أول سنة أنت مش لاقي روم ميت والشوي السعر غالي لو إنه الراتب تاعك بكفيك لو تطلع طقية براس يعني زي ما بنحكيها تمام بس دونت ما تحاول توفر من اولها ولا وبدي اسكن مع حدا ومش عارفه شو اذا ما بتعرف الشخص وما بتعرف عنه اي شيء وحدا مش من الاردن مثلا حدا بس بالبروجرام يو نيفر ميت بي كيرفول ممكن تتاك ريسك وممكن تطلع فيري بوزيتيف اكسبيرينس بس برضه في فيري هاي ريسك Uh, I personally had a very bad experience when I came to the state to do an سكنت so مع واحدة راندوم و it was a very bad experience يعني uh, she stole my money she kicked me out of the apartment I was kind of homeless for أنا بنت فخصوصا البنات هاي إشي حطوها ببالكم أمريكا is a big country it's a very diverse إحنا بلدنا شوي أمن وأمان ومو ما بنكون متخيلين قديش الأماكن ممكن تكون dangerous this is a very big country فيها ناس من كل ال ethnicities من كل ال backgrounds

قررت تاخذ تو بيدرومز apartment او قررتوا انتم ثلاثه اصحاب من الاردن بتعرفوا بعض ورح تسكنوا مع بعض just make sure to find the right uh, unit عدد الباث رومز ان in coordinates uh, with the عدد الروم عشان يعني it, it, will make life easier هلا بالنسبه للبرايسنج uh, طبعا كل state لستيت بيفرق البرايسنج فيها مثلا الايست كوست نيو كوست نيو جيرسي نيويورك اسعارهم كثير غاليه، ممكن الابارتمنت افريج هلا around 2000 دولار، 1 بيدروم ابارتمنت بهاي المناطق عندنا بالايست كوست، سبيشلي نيو جيرسي، نيويورك يمكن اغلى. Uh, ب بتكساس مثلا ممكن تلاقي a little bit cheaper فبفرق من كل ستيت للثانيه. Uh, فبدك تشوف الماركت بدك تفتح على الويب سايت لتس اي ابارتمنت دوت كوم، انت رايح خلينا نحكي على نيو جيرسي بتبلش تشوف الابارتمنت بس تطلع كثير على كثير اوبشنز حتبلش تاخذ فكره عن السعر. رح تحكي اه والله الرينج 2000 هلا ممكن تلاقي شيء كثير رخيص تنغري تحكي او لقيت شيء مثلا 1500 وباقي الرينج كله 2000 dont get too excited try to dig deeper um, كان ال very cheap apartments they have a reason ممكن صارت مشكله والناس بطلت تسكن بهذا الابارتمنت فبالتالي رخص سعرها بالماركت أو أو ممكن الاريا مش بزيادة فلوك look into it. يعني don't ما تخلوا بريق السعر يغريكم look into it again living is an investment بوقتك بالأنرجي تعتك. حلو تكون ساكن بمكان نظيف مرتب with safety 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 I cannot reiterate enough about the safety be careful where you live and where you choose to live um, هلا هدول بالنسبة للليزنج وبالنسبة لإنك أنت عم تدور على unfurnished ابارتمنت في ناس بحكي لك إنه أنا حابب أجي على أمريكا، ارتب أموري، آخذ اير بي إن بي أو أوتيل أو واتس ايفر أول فترة عبين ما أنا بنفسي أروح على الابارتمنتس وأشوف الأمور تمام وبعدين أوقع ليز. هاي فكرة كويسة. أنا شخصياً I, I already did a lease لإنه الاير بي إن بي في الايست كوست are very very expensive especially around summertime تايم و I already had someone who يعني بروف تشيك او خلينا نحكي كان متاكد انه السكن منيح، هلا اذا انت شخص ناوي تروح على Furnished بالبدايه في عندك اكثر من اوبشن، اير بي بي اغلب الطلاب بتعرفوا الدكاتره، في كمان شيء اسمه FurnishedFinder.com وفي كوم وفي Zillow، Zillow فيه Unfurnished to Furnished، هذول كلهم اوبشنز ممكن تدور عليهم على Furnished تاخذ شيء لمده اسبوع بنفسك تروح تشوف الابارتمنت اللي انت بدك تستاجر فيها وتوقع الليز ذوز ار اولد اوبشنز فيو كان دو ذس. او, أو ساره ساره جست مشان اعطيكي نفس لان لإنه الدنيا صيام فجست فيو ثينجز اي دونت أن تو اتذكروا انه ال السالري في امريكا او راتبك بينزل باي ويكلي فانت دائما الحمد لله بيكون في عندك كونتينوس كاش فلو دائما بدك تحط في بالك انه دائما ما تصرفش المصاري يعني جزء هاي مور ديتيل زي ال الاب بيحكي لاولاده انا مش كبير في العمر بس دائما الحلو فيها انه دائما انت في معك كاش، في بلادنا لما انا عملت اقامه اكمل سنه في بلادنا كان راتبي ينزل في اخر الشهر فانت كنت تحسب بالقلم والورقه وال وال والآله الحاسبه فكنت يعني انت بالضبط هون لا كل اسبوعين بنزل لك شويه، اتذكر كمان اه ما تكبرش فحجتك على قولة الفلاحين لما مثلا الكوردينتر تودي لك انه راتبك مثلا 60 الف في السنه تحسب ال 60 تقسيم 12 وهي راتبي لا، اتذكر انه في تاكس وفي شوي اللي راح يروح للانشورنس في شوي راح يروح لل فتذكر هاي الشغلات رفلي سبيكينج از بي جي واي 1 انت الانترست ال... ال... مش الانترست اسف ال... التاكس تبعك تقريبا ايش تقريبا 20% فبتخصم منه 20% وبتحسب حسبتك مشان بس لانه انا اي جات ترابت انتو ذس ما حدش كان ينصحني ايام ما اجيت على امريكا وحسبت القلم الورقه واستاجرت كنت بدور على بيوت بالسعر هذا لورا ما اصحابي يعني حكوا لي قبل ما اوقع الليس فهي شغلات بس خلوها في بالكم فيعني دونات بانيك الراتب بينزل كل اسبوعين كون يعني مانج يور ماني فيري ويل زي ما حكيت ساره ما تتوقعش انك من اول شهر بدك توفر وتودي لاهلك او توفر وتصرف على حدا اي ثينك uh, راس براس اولها على الاقل اتس فيري فيري ريزونبل يا 100% uh, بس وفي كمان نصيحه او انا ادفايس قراتها again online بحكي لك إنه the best thing to do 35% من راتبك يروح سكن it's not always the case أنا personally I pay half of my salary للسكن again بعتمد بس حاول برضو إنه ما ما تبالغ كتير وتاخد أجار مثلا 3000 بالشهر وإنت راتبك 4000 يعني يكون reasonable maximum pay half of it if not uh, طبعا أحسن لو أقل بشوي فبيسكلي هدول كانت افكاري عن السكن وبيست بيست اوف ماي بيرسونال اكسبيرينس which I had a big experience with uh renting وكل هالأشياء فاي حدا عنده اي اسئله بليز فيل فري تو ان ميوت او تسالوا وصح وصح, ك... ك انا باكد كلمه سار... ساره كمان انا انا برضه التريننج تبعك في نيو نيوجيرسي نيو جيرزي باي باي ديفولت الاجارات غاليه يعني انا كنت في منطقه ديسنت وكنت بتذكر بدفع هذا بال 2010 كنت مدفع 1400 لتو بيدرومز بس فيري سمول بيدرومز تو بيدرومز وهذا كان هاف اوف ماي سالري في ايامها هاف اكزاكتلي هاف ف uh, فممكن تروح انت على ولايه ثانيه تدفع 700 400 او 500 ايرون نو بس دائما حط في بالك الولايه كمان 100% صح امم ما حدا يسال اسئله ممكن انا كمان اضيف يعني ما شاء الله ساره او دكتور محمد ويعني لخصوا الموضوع موضوع الروم ميت زي ما حكت ساره بس باكد على الموضوع انه مش زي الاردن تمام اللي هو مشتركين مع بعض ب 50% من الاشياء مختلفين عن بعض في 50% من الاشياء او اكثر او اقل شوي بامريكا ممكن يكون مختلفين 100% في الاشياء ممكن يكون حدا احسن حدا في العالم ولكن مثلا من جنسيه اخرى طبخهم له ريحه معينه فما تقدرش تعيش ممكن انا بعرف واحد مثلا ساكن مع حدا تيجي زي ما تحكي خلق لما يكون ستريس بصير يفبط على الحيط وكذا فيعني بصير عندك اشياء انت بسني اولى زي ما حكيت انت كثير مضغوط مش بحاجه لانك تمر باي هاسل من هذا النوع او لاي ستريسورز من هذا النوع لانه بياثر على البرفورمانس تبعك وانت بسني اولى بدك تعطي الايمج على فهي هاي الشغله الشغله الثانيه هي موضوع اللي برضه حكيت عنه ساره يعني موضوع السكن المفروض يكون منطقة آمنة مريحة و تكون فيها المواصفات اللي احنا كنا بدنا ولكن هذا الشيء معظم الاحيان 99 مش بس في عالم الاحيان ما راح يكون موجود كل الصفات في مكان واحد. فبدك تعمل priority, تمام؟ الموضوع الامان مثلا نظافه البيت، بصراحة يعني احنا معظم بيوتنا منيحة لكن هناك في بيوت فيها حشرات في بيوت فيها راتس في كذا فهاي الأشياء زي ما حكت سارة إشي كثير فرق عن السوق بالسعر always 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 question that ما مش أنت مش ما بتكون إنسان ذكي إذا بتاخذ بيت ما حدا راد ما حدا راضي تاني راضي ياخذه تمام لأنه على الغالب راح يكون فيه عيب يعني فظيع تمام أحد البيوت كان أموره تمام ومستحيل يكون بهالسعر بالشتاء لما شتت يعني بعد ست شهور من السكن صديقي كان شتت البيت غيري فكانت هاي هي مشكلتي اللي هو ما كان يعرف عنها والبيت كان صار لفتره مش مؤجر هو ما كان عارف ليش كان مبسوط على سعره وكذا فبس يعني كيب ان انه في تريك في الموضوع بسنه اولى ما بدك اي تريك بدك تضل بالك هادي وصافي ومركز على موضوع الاقامه بسنه اولى أه بقدر اضيف كمان اكمل شغله هم ديتيلز بس يعني بتعرف احنا البنات بنحب الديتيلز اكيد في كثير بنات متشوا انا شخصيا لحالي بعمل ريزيدنسي هون مع يعني اهلي بالاردن ف توك care of those details هلا البنات بفضل انا شخصيا بفضل هذا لحالي ممكن الشباب غير يعني بس لما تدوروا على ابارتمنت حاولوا تلاقوا ابارتمنت كومبلكس كومبلكس كامل عده شقق في مكان حاولوا شوفوا اذا اذا جيتد احيانا ممكن ما يكون جيتد بس

يعني اول راتب بينزلك ب... يعني بعد اول اسبوعين اقامه يعني 15 7 بينزل اول راتب بتعرف قديش التاكس تبعونك لانه يعني بينزلك الراتب تضربيه باثنين بيطلع لك قديش راتبك في الشهر معك الراتب السنوي انت اقسميه على 12 بيطلع لك الراتب الشهري قبل التاكس وعندك الراتب الفعلي بتطرحيهم مع بعض بيطلع معك التاكس ما حدا بيحسب لك لكن انت على بدايه السنه الجديده حتعمل ااا على التاكس التاكس ريتيرن فلازم هذا الشيء تعمله كل سنه بالمناسبه احنا مش حاب... مش حابين نفوت بهي التفاصيل انه ان شاء الله راح يكون في ويبنار ثاني لها ولكن على موضوع التاكسز يو هاف تو اندرستاند الموضوع ويو هاف تو اندرستاند انه انت لازم تقدم على التاكس ريتيرن ايتش يير حتى لو انت ما برجع لك شيء بس عشان انت لو قدمت على الجرين كارد في المستقبل او كذا لو انت سكيب لون year يير مش مقدم على التاكس او كذا فهي بعد تهرب ضريبي،, ضريبي ممكن ما يعطوك جرين كارد او يعني يعطلوا لك الموضوع لهذا السبب فما في شيء يحسب لك اياه انت بأول اسبوعين من كانك تعرف قديش التاكس عندك يا 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 go ahead في آه، إشت... هدي سأل، هدي yeah. رح اتطرق لموضوع شو تحضروا قبل الماتش بس في كمان شغلتين أنا هاي الأشياء I reiterate on them because يعني في في ديتيلز بتفكر حالك تا... ما, ما بتكون أصلا خطرت ببالك unless حدا يمر بالاكسبرينس يحكي لك عنها وأنت نفسك تمر بالاكسبرينس صارت معي شيء طريف أنا لأني أخذت ليز uh, أبارتمنت طبعا أنت بتاخذ الليز ما أغلب لازم تعمل اشتراك مع شركة الكهرباء بال... أنا بنيو جيرسي فكان لازم أروح على موقع نيو جيرسي شركة الكهرباء طبعا حياتي ما دفعت كهرباء بعمان بس كل هاي الاكسبيرينس يو هاف تو جو ثرو فبتعمل اكاونت وبلش عندك رقم عداد ومش عارف شو هذا رقم العداد لازم تروح تبعته للليزنج اوفيس عشان يربطوا الابارتمنت نمبر تاعك في رقم عداد الكهرباء فهي الديتيلز لازم تعملوها من ناحيه هاي الشغله صار معي شيء كثير بضحك قعدت في العتمه يوم كامل على فلاش الموبايل وكان موبايل رح يطفي لانه حطيت انه ببلش اشتراك الكهرباء تاعي بيوم بعد اليوم اللي انا وصلته فهم كانهم حتى كانه جمعة وسبت احيانا بنيو جيرسي ما بعرف باقي الولايات ما بيشغلوا غير لبدايه الاسبوع درسهم فانا بحكي بس يعني نصيحه بلش اشتراكك لو نفترض بدك توصل 15/6 حطها 10/6 متى ما وصلت توصل على نور مش على عتمه بس يعني هي هيك يا هي هذا هاي هاي. هاي الموضوع يندرج تحت الفكره اللي انا عدتها بجزء 20 مره ما بدك هاسلز ما بدك وجع راس يعني انت الان عشان توفر مثلا ثلاث ايام ممكن حطيته بنفس الموعد تاخر عليك دخلت المشكله صرت في العتمه طبعا هي راح تصير معك يعني في المية يعني ساره ذكرت اكزامبلز على اشياء صار معها انا صار معي اشياء الكل صار معها اشياء بس البوينت هون مش انه يعني نذكرهم انه احكي لكم اي شيء بخطر لك انه ممكن يصير معك هي مشكله حاول بسنه اولى انه تو افويد زي ما حكت اذا انت شايف انه شيء مثلا زي هيك لا تخليها نفس اليوم لو هي ثلاث ايام بتكون بالسيف صار انت 100% لانه يعني اشياء بتصير يعني صح امريكا بلد متطور كذا لكن هاي الاشياء بتصير فيها انا اتطرق بشكل سريع على سؤال هدي هو سؤال منيح تمام هو ايضا سؤال اكثر شيء بيساله الاردنيين عشان بيجوا متحمسين وبدهم كذا ولكن هو يعني ببساطه انا بالنسبه لي اللي هو السؤال على اللي ما قراه اللي هو ايش نعمل بريبريشن ممكن نحكي كثير اشياء ولكن انا باختصار راح احكي انه انت اكثر شيء تعمله حاليا تقضي وقت مع اهلك تنبسط معهم تعمل ريلاكسيشن يو يو ديد ا فيري جريت جوب ويذ ذا لاست فيو ييرز فرصة انك انت تستغل هاي الفرصة فور ريلاكسينج بريبيرينج يور سيلف انك انت رح تمر ثلاث سنين رح يكونوا اقامة رح يكونوا ممكن ما يكونوا سهلين تعيش وقت مع اهلك مع الناس لانه ممكن كثير ناس هذا هاي الطلعة رح تكون بداية الغربة له بداية انه هو بعد 20 سنة يحكي والله انا صار لي 20 سنة مغترب ما تنزل الا في الاعياد بدون سنوات ما ينزل فيعني هاي فترة فتره ممكن ما تتكرر عندك في حياتك هذا رقم واحد رقم اثنين على المستوى العلمي انا ما بنصحها سهريا اي شيء ممكن شويه فيزيكال اكزام شويه شغله للناس المتخرجين او لسه نسيوا هاي الاشياء بغض النظر يعني بس ما بنصح انه والله روح اقرا هاريسون او كذا بنصح انه هذا لو لو الموضوع اقرا هاريسون كان ما فيش اقامه خلاص اقرا هاريسون سر انت اخصائي ولكن انت راح تتعلم هذا الشيء كله خلال الاقامه Uh, فدنت يعني ما تحاول تستعجل هاي الامور انا بحكي خل... انا الامور العلميه خليها ممكن بس الاشياء اللي تاخذ his... كيف تاخذ هيستوري كيف تعرف اذا هذا الشيء هم بتوقعوه منك خلال اول شهر من الاقامه بعدين ببلشوا يتوقعوا منك أكثر... اشياء اكثر واكثر مع الوقت uh, preparing for step 3 انا برنامج تبعي بتشرط انه خلال اول 6 شهور لازم تكون خلص step 3 اذا انت ما عندك هذا الشرط which is good for you لانه احنا كان ستريس بالنسبه لنا ولكن بنصح انه خلال السنه الاولى تكونوا مخلصين مع انه راح يكون يزيد الضغط لك عشان سنه تانية تعرف تتفرغ لموضوع البريبريشن للفيلوشيب تعمل ابحاث تعمل كذا احنا كنا خريجي جامعات اردنيه فكلياتنا بنتوتر عشان الامتحان وكذا بالاقامه وبالتحضير للفيلوشيب وبهي الاشياء عشان عندك سيبتي لا اخلص منه بلس انه هو امتحان صراحه يعني قد ما صراحه ممكن غالبيتكم الان لو يفوتوا الامتحان راح ينجحوا تمام بس يعني اللي يعمل سي اس كي سي اس سي سي اس كيسز وراح يفوت راح ينجح تمام يعني بدون مبالغه بس انا ما بحكي انه تعمل هيك لا انت اعمل تكتعمل, ورد, بدك تعمل اليو وورد كمان بدك اياه بس الفكره انه حاولوا خلصوه بسنه اولى بحيث انك انت يعني تتفرغ لامور اخرى تتفرغ لحياتك الشخصيه خلاص نو no مور ستيبس هاي الكلمه لحالها ات انك انت تعملها باقرب وقت ممكن هو عامر عامر بس تعقيبا على كلمتك اغلب اغلب البروجرامز ناو they re they recommend or force not force nicely force the resident اول سنه مشان انه بيعتمد عليه ال uh, uh, كثير شغلات في المستقبل فيعني that, that with time it is becoming more mandatory هسا شغله ثانيه بس للناس تذكر انه to prove yourself in uh, in the U.S. training program is way different than proving yourself in residency in the in in our. أنا عملت إقامة خمس سنين في الأردن. في الأردن it's more about how much you know, how much question you can answer during rounds. لا في أمريكا it's your hard work, trustworthy hard work. لما تكون الراوند ببلش مع الأخصائي على الثمانية بدأت تكون في الدوام على السبعة. إذا مش قبل مش هنشوف مرضاك it is not an okay إنه الأخصائي يسألك تقول له ما شفتش المريض يعني it's more of a physical hard work more than شو بتعرف معلومات المعلومات بيعتقدوا كل واحد فات residency وعدل steps عندك المعلومات الكفاية إنك تصير إنك تكون safe physician فتذكروا هاي المعلومة ما تروح أنت تفرد عضلاتك أنا بعرف 600000 ألف reason of spleomegaly 700 reason لهيباتوميجالي لا لا it's all about your dedication your um uh, you be you have to be there timely مش راحت على نومه مره ممكن تزرق بس uh, وديني رمضان بدي اتسحر uh, بنامش بعد السحور يعني yeah, not find excuses be a very hard worker اتذكر شغلتين its your impression and also it's your country impression اذا انت بتشوه سمعتك باي طريقه ما ما بدي اخوفكم انا it will ruin all people behind you and oh, this is true it is 100% true فيعني دائما تاكد من الاكسبكتيشن ما في علم العلم بيجي لحاله بس بدك تكون بس شخص يعني ثقه وتكون شغيل يعني بس هي معناها 100% يا yeah. انا انا بدي اضيف شغله صراحه احنا شغله كل الاردنيين يعني بجوز هذا نقطه مهمه نحكي فيها لاي حدا هسه بيحضر فهي راح يستفيد منها ان شاء الله احنا الاردنيين عندنا مشكله في الكوميونيكيشن سكيلز ما حدا يعني انا هذه ملاحظه بقدر احلف عليها يمين، احنا الاردنيين عندنا مشكله في الكوميونيكيشن سكيلز زي ما حكى دكتور محمد نيجي انا بعرف ألف طريقه او ألف سبب للسبينوميجالي مثلا او الهيباتوميجالي لكن ما بعرف احكي مع المريض تمام؟ المريض ما بده تيجي يحكي له هي يو هاف ذس ديزيز او diagnosis اوكي؟ وي ويل جيف يو ذا مثلا تريتمنت بلان جود باي ما بده ما بده المريض ما بدهم هيك تمام؟ هسا <سؤال> <سؤال> لو بتعرف ألف سبب وبتعمل هاي الطريقة you gonna give جيف bad impression بدك يكون عندك empathy الامباثي كلمة سهلة لكن تطبيقها صعب جدا خصوصا عندنا احنا يعني الجايين من الاردن انه احنا زي ما حكى دكتور محمد علم علم علم, علم يلا نولج قديش عندك نولج قديش كذا ما بتشتغل على حالك من ناحية الامباثي احسن شيء بنصح لاي حدا شوف ناس امباثيك عندك في البروجرام وقلدهم يعني لو انت مش فاهم شو اللي بيعملوه هم قلدهم تمام كيف هم بيحكوا مع المريض صار يحكي زيهم كيف هم بيفتحوا محادثه مع المريض كيف هم بيسمعوا المريض حتى المريض هو قاعد بيحكي عن الجاجه تبعيته اللي ماتت قبل ثلاث سنوات وهو صار عنده مش عارف ايه اسمعوا تمام هذا الشيء بجوز احنا عنا في الاردن رح تعتبره ما قيمه بغض النظر صح او غلط لكن عندهم هناك هذا الاشي اللي بيخليهم يعني او والله عامر او مش عامر المقيم فلاني سمعته منيحه مع مرضاه تمام هذا المريض بيحكي هناك المرضى ما بس يعني اذا اجى اخصائي بيحكي انه فلان كان منيح في الكلام احنا فلان ما كان منيح فالكوميونيكيشن سكيلز شيء كثير مهم زائد الماتشور انه ايش تكون ماتشور انك انت يعني مش كل شيء بدك اياه بدك تعمله في اشياء كثير مثلا في هيراركي عندك في الـ في الـ في, في اللي هو في عندك التشيفز بعدين عندك الثيرد يير بعدين عندك السكند يير بعدين عندك الانترن بعدين عندك الميديكال ستودنتس فهذا الهيراركي لازم تحترمه اللي هو يعني مثلا احدى المشاكل مع احد المقيمين اللي عندنا انه يعني مثلا بضل يعلق على تشيفز انه قراراتهم غلط وانا انا اي اجري وذ هير انه قراراتهم غلط في بعض الاحيان ولكن ما مستحيل احكي هذا الشيء لانه يعني هو ظل تشيف تمام فبدي اعمل الشيء اللي بده اياه وما بناقشه اصلا في بعض الاحيان وبمشي الشيء اللي بدهم اياه وبحكي له انت صح في بعض الاحيان ما بحكي لكم انه طاطي او انه مشي الامور انا بحكي لك انه تعرف على ايش الدق تعرف على ايش ما كذا وتعرف وين الليميتيشن تبعك وتحتمل الهيراركي بكره انت حتصير سنه ثالثه راح تعمل قرارات السنة الأولى ما حيكون شايفها صح بس بدك اياه يمشي الشغل فيعني بدنا نمشي على موضوع الهيراركي موضوع الكوميونيكيشن سكيلز فيعني هاي هاي الاشياء اللي ممكن انا اضيفها لكم محمد في عندنا سؤال على موضوع السيتيزن شيب بعرف انه مش وقته لكن ممكن بدقيقه تحكي عنه انه هاو وي كان جيت شيب بعرف موضوع الويفر بعد الريزنسي او انك تروح فيلوشي بعدين كذا فبس ممكن انت اذا مرت في الموضوع تعطينا بس هيك لمحه ممكن دقيقه عن الموضوع يعني دائما انا I'm ام I have an open door policy اي واحد بده يتواصل معي بليز send me a message um, uh, على على الماسنجر او اي مكان I can share my number as well ال, ال, ال J1 uh, uh, يعني roughly speaking it's the worst visa هاف uh, we have لانه بشرطها هي يعني it was implemented in the US مشان يعني الناس تيجي تتدرب وترجع تساعد بلادها فانت you, you the minute you come on a J1 you're committed that you have to go back to your country to serve your country that's the purpose of the statement of need انت يعني اللي, اللي انت شرط انك تقدمها عشان تاخذ الجي 1 هسه you can still stay in the US um, عن طريق انك تعمل ويفر ويفر هي باختصار انك تشتغل في مكان underserved بحاجه للتخصص تبعك، بحاجه ل لاطباء، you serve the country so then you can waive the right of going back to, to your own country uh, afterwards، بعدين بتحولها لجرين كارد uh, وبعدين بتاخذ ال, ال citizenship. Um, there is a way to bypass the j 1 waiver، اغلب ال, ال bypassing اللي هي عباره عن uh, you prove انه you know, there is a hardship of you or your Uh, American citizen um, uh, kids or wife to go back to, the, uh, to your country for any reasons, financial hardship, medical hardship, Um, مرت اتجوزت واحدة أمريكية وصعب ترجع الأردن صعب أنها تترك أهلها there's a lot of reasons but the hardship is a way to way to bypass the waiver you jump into a, a green card uh, versus uh, citizenship وطبعا H1 زي ما نعرف H1 it's an easy access to green card Uh, انا بعتبر الاتش 1 uh, انا ما, ما طلعت على الاتش 1 بس الاتش 1 سلاح ذو حدين حد بتسهل عليك الاميجريشن ستيت بس ممكن تصعب عليك في في لحظه من لحظات الفيلوشيب لان الفيلوشيب uh, في سيرتن ليميت ليميتد نمبر اوف فيلوشيب ذات سبونسر اتش 1 لان h 1 اغلى للبروجرام واصعب انهم يحصلوها للناس بقى. فهي ات مايت بي دبل اتش سورد بس يعني I would not think about it اذا انت البروجرام اللي انت منتجت فيه بعطيك بس اتش1 وانت اليجبل جست جو اهيد تيك ات ما تفكرش يعني نصيحتي لكم وهي طبعا الواحد تعلمها مع الوقت مش لاني انا انولدت هيك uh, بفكر بهدوء كنت دائما افكر في المستقبل اكثر من الحاضر ما تفكر كثير في المستقبل تيك ذا اوبورتونيتي تيك ات ميك ذا بيست اوف ات اند ذن موف اون ما تفكرش في المستقبل لانه كثير اشياء بتتغير في المستقبل uh, لو احكي لكم قصتي بت... <applause> بجوز تعتقد انه ولا عمري ممكن كنت افوت امريكا في حياتي بس كل شيء كل شيء بيصير بس انت تيك ات دي دي باي دي ستيب باي ستيب وبالتوفيق <applause> تمام طيب يعطيكم العافيه يا جماعه اتس جيتنج تو بي لايك 90 مينتس ناو اتس جيتنج ليت ات ليست هير ان جوردن بجوز دكتور ساره دكتور محمد قربوا يفطروا فعن جد يسلموا كثير عن جد يعطيكم العافيه دكتور محمد دكتوره ساره دكتور عامر عن جد يعني جهودكم مشكوره Oh uh, highly appreciated. It shows dedication from the beginning and that's a very good sign. Stayed. Uh sounds like we're slowing down with questions, and like I said, we're hitting the 90 minutes mark. Uh, uh we inshallah we'll stop here. Uh hopefully this recording will be available for anyone that wants to refer to it later. As I said at the beginning, um, there will be the chat that will continue to be open, and happy, we'll be happy to answer any questions that might come up there. Or Dr. and Dr. will come and get back to you on it, or we can communicate with them regarding these specific questions. This webinar, our meeting, was the immediate steps after the match. But we are planning to have another meeting in the near future, probably somewhere in May, inshallah, we'll have another webinar or another meeting to discuss what you guys should be thinking about when you first uh, arrive to the United States, how to prepare for living there, what you should be aware of, what you should know about life there, and also about residency, how to um start there we and we to to share our experiences. Uh, by no means we uh, are trying to scare you off or make you feel that it's complicated. Uh, these are just like a, a collection of our experiences that we would love to share with you, hopefully to make your experience easier. But just know that even if we share the challenge or موقف of شغل sarat ma'ana, we went through it, we succeeded, and we kept going, just like I'm sure you all will.